صباحكم الله بالخير مشاهدينا، نطل عليكم بكل حب عبر شاشة تلفزيون البحرين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي صيف البحرين. صباح الخير حمد. صباح الخير أسماء، صباح النشاط والتفاؤل، صباح الخير على كل مشاهدينا الكرام في برنامج شمس البحرين. حلقة اليوم راح نتعرف على المنصة الإلكترونية اللي أطلقتها وزارة الإسكان، بالإضافة لفقرة تخص زراعة الشعر مع الدكتورة رنا العمادي، وأيضا راح ينضم لنا الفنان البحريني محمود قنبر عبر السكايب. أسماء، في هالفترة وإحنا في الحجر المنزلي وإحنا يعني أغلبنا قاعدين في البيت ومستمتعين في أجواء البيت، شنو أكثر شيء افتقدتي؟ أنا ما أحس إنه وايد افتقدت أشياء، بس أتوقع حمد في الفترة الأخيرة الكل مفتقد السفر، والكل مفتقد جماعات الأهل. حلو. يمكن أنا بعد لأن متعودة إن أقل شيء يومياً، يعني مو يومياً، يوم واحد في الأسبوع تمام أطلع مع أهلي، نروح مطعم، نقعد في مكان، بس إنه يمكن هاي الشيء اللي شوي اختلف علي. والسفر أهم شيء، وإن شاء الله بترجع الأمور في أسرع وقت. السفر صوت الطيارة شكله وحش. أنا أكثر شيء وحشني في هالفترة متابعة ومشاهدة المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم. توقعت هالشيء؟ توقعت. مشاهدينا الكرام، أطلقت وزارة الإسكان منصتها الإلكترونية واللي تسعى من خلالها لتقديم خدمة مميزة لجميع المواطنين في مملكة البحرين. مزيد حول هاي المنصة مع تقرير زميلتنا حصة الدوي. هي الحلة الجديدة للموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الإسكان، والمشتملة على حزمة من الخدمات والتسهيلات للمراجعين من أصحاب الطلبات الإسكانية وأصحاب الطلبات الجديدة، والذي يساهم بسرعة إنجاز معاملاتهم وبجودة عالية في ظل الظروف الأخيرة التي تمر بها مملكة البحرين. مواكبة للتطور التقني اللي يشهدها العالم الرقمي اليوم، دابت وزارة الإسكان على تدشين الموقع الإلكتروني الجديد بحلته الجديدة وبشكل جديد، بحيث أن هي شملت على منصة تخدم كافة المواطنين في وزارة في الوزارة، بحيث أنها تقدم كافة الخدمات اللي تقدمها الوزارة للمواطن بشكل بسيط وسهل للمواطن. ممكن من خلال المنصة أن المواطن يتقدم عبر خدمة جديدة، أي خدمة هو حابها. أيضاً ممكن أنه يحدث طلب الإسكاني بشكل سلس ومباشر، بالإضافة إلى ممكن أنه يقدم خدمات طلب صيانة عبر الموقع الإلكتروني، وبالإضافة إلى ينزل الخرائط والرسوم للوحدات اللي استفاد منها. وأيضاً تشمل الموقع الإلكتروني على منص، يعني تشمل أيضا على توضيح أو بيان حق كافة المشاريع اللي موجودة في الوزارة والمدن الإسكانية، بالإضافة إلى أنواعها، بحيث أنه ممكن أن المواطن يدش على الموقع الإلكتروني وتشوف كافة تفاصيل المشاريع الإسكانية والمدن الإسكانية فيها ونسب الإنجاز فيها. خدمة تقديم طلب جديد، وخدمة تحديث الطلبات القائمة، وخدمة إرفاق التقرير الائتماني، وغيرها الكثير استطاعت هذه المنصة الإلكترونية لتقديمها للمواطنين، والتي حرصت من خلالها على مواكبة ريادة مملكة البحرين وتقدمها على صعيد استثمار تكنولوجيا المعلومات والاتصال. الموقع الإلكتروني يأتي ثمرة لرؤية الوزارة في مواكبة المستجدات التقنية والدخول إلى العالم الرقمي، مع المحافظة على جودة خدماتها العالية. الحديث أكثر حول هاي المنصة، يسعدنا أن يكون معانا عبر السكايب الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة، مدير الموارد البشرية بوزارة الإسكان. صبحك الله بالخير يا الشيخ، وحياك الله معانا.
صباحكم الله بالخير وشاكر لكم الاستضافة طال عمرك. صباح عليك بالخير الشيخ. ومثل ما نلاحظ أن وزارة الإسكان تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية المميزة، شنو أبرز المكتسبات اللي راح تحققها هذه المنصة الإلكترونية؟ بداية نقدم لكم الشكر طبعا الجزيل على هالتغطية والإعلامية المميزة، وللأمانة يعني الجهود اللي خطتها وزارة الإسكان في السنوات السابقة هي متواصلة لتطوير منظومة الإلكترونية. طبعا في السابق كان في موقع إلكتروني والآن انتقلنا إلى منصة إلكترونية. نعم. الهدف منها توفير خدمات بشكل أيسر وبسلاسة للمواطن، خاصة في ظروف التباعد الاجتماعي، وإن نحاول نيسر لي مواطني مملكة البحرين الوصول إلى جميع خدمات الوزارة. نعم شيخ، بكل تأكيد وزارة الإسكان كغيرها من الوزارات تعمل ضمن يعني الخطط اللي تتماشى مع برنامج الحكومة، فكيف بإمكان هاي المنصة أن تخدم هاي الأهداف؟ هو طبعا المنصة طال عمرك فيها ترابط مع جميع الجهات الخدمية الأخرى. نعم. اللي تخص الخدمات الإسكانية أو تخص مثلا المواطن، سواء كانت إذا فيها بيانات مالية أو فيها رخص أو فيها مثلا يعني أي من الأوراق الرسمية المطلوبة اللي يحتاجها المواطن. نعم. ممكن أن تكون عن طريق هذه المنصة الخدمة اللي سمي. تفضل كمل سامحة. لا بالعكس طال عمرك، القصد هو تيسير على المواطن بدل ما يروح لعدة جهات حكومية أو هيئات حكومية أخرى. نعم. أن هذه المنصة توفر له بيسر الوصول إلى الخدمة المطلوبة. جميل جميل. إحنا حابين بعد نوضح للمشاهدين الفرق بين المنصة الإلكترونية في حلتها الجديدة وبين الموقع الإلكتروني السابق. شنو الجديد اللي ضفتوه للموقع الإلكتروني للمنصة الإلكترونية ما كان موجود في الموقع الإلكتروني بالسابق؟ سلام الله. بالنسبة حق الموقع السابق كان موقع تعريفي بالمقام الأول، كانت فيه خدمات إلكترونية بس. اليوم المنصة طبعا ارتقت بخدمات أفضل وأجود وحجمها يعني شاملة للخدمات جميعها اللي موجودة في الوزارة. نعم. وفيها سهولة من ناحية الاستخدام ومن ناحية الوصول إلى المواطن وإلى الوزارة. اللي بينفع طبعا المواطن أنه ممكن يخلص كل إجراء عن طريق هذه المنصة، يعني ما يحتاج حتى أن يوصل إلى الوزارة اليوم. لكن بالنسبة حق الوزارة هي تبسط الإجراء، تسرع عملية تنفيذ الخدمة وتساعدنا في الأرشفة كذلك. جميل الشيخ، إذا من كلمة توجهها لكل يعني المواطنين اللي يعني يقومون بشكل يومي بخدمات وزارة الإسكان، بالذات في وجود منصة مميزة مثل هالمنصة. طبعا يعني الوزارة عندها مركز خدمات وعندها مركز اتصال وعندها منصة إلكترونية. نعم. فالمواطن اليوم عنده خيارات أكثر للوصول إلى الوزارة حسب يعني حسب الطريقة اللي هو يفضلها. فهذه المنصة اليوم ممكن تخدم المواطن وتروي جميع خدمات الوزارة بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية القائمة أو اللي في طور التنفيذ أو المستقبلية، وكذلك تروي النماذج الوحدات السكنية المساحات الموجودة، فيعني تعطي نوع نظرة شاملة عن الخدمة المتوفرة. جميل. الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة مدير الموارد البشرية بوزارة الإسكان، كل الشكر لك ويعطيك العافية. شاكر ومقدر لكم طبعا، وفي النهاية يعني احنا تشرفنا في وجودنا في برنامجكم اليوم. شكرا لك. حياك الله. شاكر لك ومقدر طال عمرك. أسماء، دائما يعني
الأمور أو التحديات اللي تحدث في مملكة البحرين تعطينا جانب مشرق في هالفترة، مثل ما تفضل الشيخ أن الظروف الحالية أو الاستثنائية اللي نعيشها في مملكة البحرين والعالم يعيش بشكل عام خلتنا يعني الوزارات تقدم خدمات بشكل أفضل، بشكل أسهل، بشكل أسرع. مثل ما تفضل الشيخ أنه ما يحتاج المواطن يحضر، يقدر يؤدي كل خدمات بشكل سريع وهو في بيته وهو في شغله. فهاي الأمور أكيد تسهل على المواطن جميع أموره، وهاي نشوفها في مختلف الوزارات. فدائما ننظر الجانب الإيجابي من هالتحدي، واضح أنه جانب إيجابي كبير جدا. أكيد، يمكن أكبر مثال حمد الجنود المجهولين خلف الكاميرات وفي الكنترول، واللي موجودين في وزارة الإعلام، كلهم قاعدين يداومون ملتزمين بالإجراءات الاحترازية. في نفس الوقت احنا قاعدين نطلع ببرامج، قاعدين نستمر في آلية العمل. نفس ما ذكرت، كل وزارة البحرين قاعدة تحط خطط بديلة وحلول تسهل عملية وآلية الشغل. في نفس الوقت احنا قاعدين ننجز بدون توقف. لاش في الرياضة اسمها؟ لا متابعة كلش. بس ولا متابعة ولا لا. ولا ممارسة؟ لا كلش. انزين، مدام أسماء ما لها في الرياضة، أكيد مشاهدين أنتوا لكم في الرياضة، فخلونا نشوف فقرتنا الرياضية مع الكابتن خالد البستقي ونرجع مع صيف البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمرين اليوم ركز على الجهة السفلية من الجسم، ركز على عضلات الفخذ الأمامية والعضلات الخلفية من غير أي وزن، فقط وزن الجسم. هالتمرين وأداءه بهالطريقة اللي إن شاء الله بتشوفونها تساعد على إنك تزيد من حجم الكتلة العضلية عندك. بنسوي إن شاء الله اليوم 3 إلى 4 جولات من تمرين واحد للسكوات. في الجولة الواحدة عندنا 4 sets أو خلينا نقول 4 طرق نأدي فيها هاي السكوات، فالتيمبو راح يختلف العداء. الجولة الأولى بعطيكم نموذج من 3 جولات في جولة واحدة. نسوي أول شيء 4 عدات تحت 4 عدات فوق 6 مرات، بعدين بنسوي عدتين تحت عدتين فوق 8 مرات، عقب بنسوي 16 سكوات عدة واحدة تحت فوق، عقب بنتم في low position pulses نسميه 32 وحدة. الجولة الأولى 4 عدات تحت 4 عدات فوق، شام قلنا 6 مرات 1 2 3 4 up 2 3 4 high 1 1 2 3 4 1 2 3 4 high 2 1 2 3 4 1 2 3 4. أنا أستعمل دائما يدي عشان ما تخربط لنا عد. 1 2 3 4 هاي 4، باقي 2. 1 2 3 4 1 2 3 4 5، باقي واحدة بعد 1 2 3 4 up 2 3 4. الحين مرتاح أسوي عدتين تحت عدتين فوق 8 تكرارات 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 هاي 3 1 2 up 2 4 down 2 up 2 5 down 2 up 2 6 باقي 2 down 2 up 2 7 باقي واحدة down 2 up 2 مرتاح على طول 16 واحدة 1 2 تدري فوق 3 4 ظهري سيدة 5 6 7 8 9 كنا كرسي ورق غير الكرسي وتوقف هاي 10 11 12 الكعب دائما على الأرض 13 14 15 16 يعني 32 وحدة أوتم تحت 1 2 3 4 5 6 ما وقف 7 8 9 كبي برا 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, باقي 12 بس. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 هاي 30, 31, 32. أداء التمرين بهالطريقة شفتوا شلون؟ تمرين واحد سكوات فقط، ولكن غيرنا في طريقة أداء السكوات العدات. أربع عدات، عقب عدتين، عقب عدة واحدة، عقب تمرين تحت. هاي الطريقة يسمونه working under tension، تخلي لود على العضل بوزن جسمك فقط. هذه يساعد على تكبير أو زيادة حجم الكتلة العضلية. يعطيكم العافية. عودة لكم من جديد مشاهدينا، وشفنا خبر وحبينا نشارككم فيه لطفلة صغيرة تلقي حصص الطبخ في مواقع التواصل الاجتماعي في بورما، اللي لا يزالون محجورين في منازلهم بسبب جائحة كوفيد 19. شفت الخبر حمد؟ شفته، واللي لفت نظري فيه أن عمرها بس 8 سنوات أسماء. اي ما شاء الله، وقاعدة تطبخ طبخات شعبية مال بورما. يعني الحين لو يبنى على النموذج البحريني ممكن نقول تطبخ مجبوس، تطبخ بلاليط، تطبخ مثلا مجبوس هامور. انا اقول اكلات اللي احبها ترى، بس لكن تدري حمد تطبخ الاشياء مالتهم. ان تدري ان في الفترة الأخيرة مع الحجر المنزلي كل مكان تبطل السوشيال ميديا فيه سناب شات انستغرام، الكل يطبخ. الكل صار يطبخ والكل صار يبدع، وحتى اللي عمرهم ما دشوا المطبخ صاروا يطبخون. بس الملفت أسماء في ذي الطفلة اللي سموها الطاهية الصغيرة من عمرها بس 8 سنوات، اي، وقاعدة تطبخ الأشياء الشعبية. في أشياء شعبية طبعا في بورما مشاهدين ما تناسب، إنه ما تناسب البحرين، مثلا شوربة الضفادع. في أمل تجربين شوربة الضفادع؟ مستحيل. كله؟ يمكن طعمها لذيذ. لا أنا أصلا في العادي في وايد أشياء ما أكلها بعد أشرب يعني. اي، كانت مركزة على الأطباق الشعبية، الموهينجا البورمي هاي الطبق الشعبي الأول عندهم في بورما، فكانت تتفنن فيه. عشان كذي حصلت وايد مشاهدات، أكثر من 200,000 مشاهدة عبر السوشيال ميديا. فالموهبة أكيد مشاهدين ما تقتصر على عمر معين. خلونا الحين وياكم ناخذ فاصل قصير ونرجع نكمل وياكم سيف البحر. عودة لكم من جديد مشاهدينا، وأمس تكلمنا عن المنتجات الطبيعية للشعر، لكن اليوم راح نتكلم عن زراعة الشعر، واللي هو إجراء جراحي مهم يقوم فيه الشخص اللي يعاني من فقدان الشعر في بعض مناطق الجسم مثل الرأس والحاجبين، وهو من المواضيع المهمة اللي حابين نناقشها اليوم مع ضيفتنا استشارية طب العائلة والطب التجميلي الدكتورة رنا العمادي. صباح الخير دكتورة. صباح النور. حياك الله. الله يحييك دكتورة. يعني ساعات نشوف أشخاص سووا عملية زراعة شعر بس النتيجة تكون مو طبيعية، شنو الخطأ اللي يكون يعني صاير في هذه الحالة؟ يا حبيبتي أسماء، عشان النتيجة تكون طبيعية وايد عوامل تتدخل في الموضوع، منها خبرة الطبيب، الأدوات المستخدمة، خبرة العيادة، الطاقم الطبي اللي يشارك، سنوات الخبرة، المتابعة واتباع التعليمات عقب الزراعة. يعني في ناس نشوفهم النتيجة غير طبيعية، لأن لازم تعرفون شيء عن الشعر. الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا شعرنا ما أخذ شعر ونثره عشوائي بشكل عشوائي على رأسنا. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بإتقان. فلما حط لنا شعرنا، يعني ده تلاحظون الشعر في كل منطقة بزاوية مختلفة باتجاه مختلف. فعلا. إنزين، فلما الطبيب الشاطر هو اللي عارف يرجع الشعر مثل ما كان في الله سبحانه وتعالى مسوية في الأساس. نعم. نعم. فتلاحظون مقدمة الشعر بالذات، الشعر فيه يكون أضعف من باقي الشعر، والبصيلات اللي فيها تكون فيها شعرة واحدة بس. بس لما يروحون حق عيادات للأسف ما فيها خبرة، يأخذون البصيلات يخلطونها عشوائياً، البصيلة اللي فيها شعرتين
البصيلة اللي فيها ثلاث شعرات ويحطونها في أماكن غلط، مو بس المكان يكون غلط، حتى اتجاه الشعرة بدل ما يكون بزاوية 30 مثلا أو زاوية 10 يكون بزاوية قائمة، فيكون مثل شعر القنفذ. فهاي يحتاج خبرة ودقة، الدكتور اللي دارس علم الشعر يعرف بالضبط حتى مو بس وين كل شعرة تنحط وأي زاوية وأي اتجاه، يعرف شلون الخط المناسب لكل عمر لكل شخص لكل فئة من البشر. دكتورة لازم الإتقان في هاي الموضوع، لأن أحس إذا أي غلطة بسيطة ممكن تأثر على الشكل بشكل عام. يعني طبعاً مثل ما ذكرت في البداية حمد إنه يكون الشكل مو حلو، خطأ في شكل يأثر على الوجه. يعني انتو بتشعور غريب تجاه هذا الشخص ما تعرفين ليش، بس هو بسبب ان شعره مو مزروع صح. دكتورة شلون يعرف الواحد والله ذي الدكتور يعني عنده مثلا موهبة زراعة الشعر او عنده الاتقان الكامل بزراعة الشعر والثاني ما عنده؟ يعني في الاخير يقول لك والله انا بروح ازرع بس ما يعرف ان ذي. شوف اول شيء مهم ان اللي يزرع يكون طبيب ما يكون تقني. التكنيشن التقني وظيفته انه يساعد الطبيب. الطبيب هذه لازم يكون دارس زراعة شعر، مو اي طبيب يقدر يزرع، لازم يكون عنده الخبرة. طبعا الحين مع السوشيال ميديا والانترنت ما في شيء يخفى، فاي اسم دكتور تقدر بس بسيرش بسيط تطلع شهاداته بكل بساطة. تشوف التستيموليان الناس شنو كاتبين عن هذه الدكتور، يعني مجرد بحث بسيط عن معلومات بتعرف كل شيء عن الدكتور، حتى اشياء هو ما يعرف عنه. ايوه اتوقع بعد ممكن ان الشخص يبحث في الموضوع اكثر ويسال الدكتور اسئله معينه ممكن يقيس من خلالها مدى اتقان الدكتور. مهم الاستشاره قبل الزراعه. أكيد. لما الواحد يستشير هو بيعرف اذا الدكتور هذه عنده الخبره الكافيه ولا لا، والواحد لازم ياخذ وقته ويتانى قبل الزراعه. الحمد لله هذه مو عمليه قلب، ممكن الواحد ياخذ الوقت الكافي انه يبحث ويتمعن ويختار الطبيب الصح. بكل تاكيد مواصلين وياك دكتوره، لكن مشاهدينا الكرام للمشاركه والاستفسارات حول هذا الموضوع يمكنكم الاتصال على رقم 17-27-0405. في انتظاركم في صيف البحرين. دكتوره اذا حبينا نصنف الحالات اللي تحتاج زراعه شعر. طبعا مو كل الحالات تحتاج زراعه. الناس اللي يحتاجون زراعة اللي يعانون من حالة التصلع الذكوري سواء عند الإناث أو عند الذكور، بحيث أنه يكون عندهم منطقة مانحة. المنطقة المانحة وايد مهمة، وبحيث أنه ما يكون عندهم أمراض تمنعهم من الزراعة. في شيء وايد مهم لازم نفرق نعرفه، الفرق بين التصلع والتساقط. وايد بنات يوني عندهم مشكلة تساقط، يوني يبون زراعة. الزراعة مو حل حق التساقط. زين شنو الفرق؟ يعني ببساطة شنو الفرق بين التساقط والتصلع؟ البصيلة الله سبحانه وتعالى خلقها عشان تنتج لنا شعر. زين إذا طاحت الشعرة هذه يسمونها تساقط، إذا ماتت البصيلة هذه يسمونها تصلع. نقدر بروحنا نعرف هاي الشيء ولا لا؟ بس ولا لا هذه لازم استشارة الطبيب. الطبيب في هالحالة يشخص الحالة المرضية، هل هي تصلع هل هي تساقط، شنو نوع التصلع، هل يسمح له بالزراعة أو في علاجات أخرى. دكتورة في بعض الأشخاص بعد مصابين بالثعلبة، فهل حالة أو عملية زراعة الشعر تنفع لهذه الحالات ولا لا؟ الثعلبة ما تناسبها الزراعة، في علاجات أخرى نقدر نعالج بها مرض الثعلبة، بس للأسف الزراعة مو واحد من الحلول اللي نعالج مرض الثعلبة. دكتورة بالنسبة حق المدة اللي يحتاجها من بعد عملية الزراعة، يعني الكل يعرف انه لازم ياخذ اجازة وياخذ فترة ما يطلع فيها من البيت، فايش كثر يحتاج او هل تختلف من شخص لشخص من يعني حجم عملية لاخرى؟ هو شوف بالنسبة للزراعة اللي احنا نسويها الشخص ممكن يداوم ثاني يوم، ما في شيء يمنعه، بس لازم في شرطين يتبعهم. اول شيء لمدة 10 ايام ما يلبس ولا نوع من انواع الغطاء على الراس، يعني لا قحفيه لا قطره لا حجاب لا هلمت حق الناس الخود اللي في المصانع او مكان البناء او قبعات. يعني اذا يقدر يداوم بدون الحاجه حق لبس غطاء راس لمده 10 ايام ما يحتاج اجازه مرضيه، اذا ما يقدر في الحاله يحتاج اجازه مرضيه. الشيء الثاني انه لازم ما يعرق يعني بكثره من راسه. الشخص اللي يشتغل في الشمس مثلا
اللي يشتغلون في اماكن يتعرضون فيها حق حراره هذا اللي يكونون مضطرين انه ياخذون اجازه في هالحاله. اتصور بالنسبه يعني كبيره اسمي يحتاج اجازه لان التعرق بالذات في البحرين في البحرين يعني. او يقدرون يسوونها فصل الشتاء. هو شوف احنا صراحه نعم. مرفهين لان احنا نعم. من مكيف لمكيف نعم. فما يمنع ان احنا نسويها في الصيف نعم. الناس الوحيدين اللي اضطر اخلي نسوي لهم في الشتاء اللي فعلا شغلهم برا نعم. في الشمس. دكتوره ان شاء الله موصلين وياك الحديث الشيق، لكن ناخذ اتصال من ام ابراهيم. صباحك الله بالخير وحياك الله. هلا صباح النور، شلونك دكتوره؟ اهلا وسهلا حبيبتي ام ابراهيم. الله يسلمك دكتوره. اذا واحد عمره كبير في السن يصير يسوي زراعه يعني ممكن. يعني 70 سنه وصاير اصلع من زمان مره من شعره يعني يوم هو كان يعني شباب كثير، فشلون تصير عمليه الزراعه حق واحد خلى سنين طويله يعني اصلع مثل ما نقول؟ هو شوفي حبيبتي ما له علاقه كم سنه كان اصلع، اهم شيء يكون عنده منطقه مانحه وما يكون عنده مشاكل صحيه تمنع انه هو يسوي زراعه. يعني مثلا ما يكون عنده سكر مو بكنترول، ما عنده مشاكل في القلب، ما عنده مشاكل صحيه، لكن السن ابدا ما له دخل ما يمنع. زين بس هي هذه الخلايا هل اذا الانسان صار بصل زين مثلا في الأربعين ناس وما عندهم مشاكل صحيه ووصلون للصلع، هذا الصلع اللي يوصلون له هل ان الخلايا عندهم هنا ميته يعني وبالزراعه احنا نحييها وشلون؟ لا حبيبتي الزراعه احنا ناخذ البصيلات من المنطقه المانحه. اذا أيوة. الشخص عنده المنطقه لما نقول المنطقه المانحه هي المنطقه اللي خلف الراس اللي ما يصيبها التصلع الوراثي. إذا موجود المنطقة المانحة هذه البصيلات اللي احنا نستخدمها في الزراعة. إذا مو موجود المنطقة المانحة ما نقدر نسوي الزراعة بغض النظر عن العمر أو المشاكل الصحية. أي أمبلا يعني في منطقة مانحة تسمى عشان شيء ما أنا مستغربة أقول شنو هالصلع هذه المنطقة الكبيرة اللي في جسم الإنسان بعض الأحيان وأشخاص وايد المساحة كبيرة شلون تقدر عملية زراعتها من جدة وجديد زين وفي عملية النمو هذا الشعر ينمو ثاني بعدين طبيعيا عادي ينمو يعني طبيعي تماما نعامله معاملة الشعر الطبيعي لأن البصيلات سبحان الله يعني البصيلات اللي في المنطقة المقدمة هذه تتأثر بهرمون اللي في جسمنا الدي اتش تي فتسبب تصلع. البصيلات اللي في المقدمة اللي خلفية تلاحظون معظم الشباب ما يتصلعون من المنطقة اللي في الخلف هاي البصيلات ما تتأثر بهرمون الدي اتش تي، ففي هذه الحالة لما نشيل البصيلة وننقلها مكان ثاني ما تتأثر لأن هاي مختلفة الله خالقها بخلقة مختلفة، نشيلها نحطها في مكان ثاني ما تتأثر. حلو، كل الشكر لك ام ابراهيم على المشاركه وعوده لك دكتوره. نبي نتكلم شوي عن شغله مهمه، يمكن اول ما الواحد يسمع عمليه يقعد يفكر نوعيه المخدر شنو، هل جزئي، هل انا بديش عمليه بتخدر تخدير كلي، وكم المده اللي احنا بنحتاجها قبل العمليه عشان نجهز روحنا؟ هي اسمها عمليه صح بس احنا نستخدم مخدر موضعي. احنا عندنا في العيادة حتى نرحب الواحد اللي يبي يزرع يجيب احد من هله واحد من ربعه، ما في مشكلة ابدا، ممكن حتى يستعمل التلفون. المخدر اللي استخدمه مخدر موضعي يكون الشخص واعي طول الوقت والألم كلش بسيط يعني ما في ألم يذكر، فما بيكون الشخص منوم ابدا يعني بيكون واعي طول الوقت. دكتورة بالنسبة حق الثوم وقاعدة تطلع معلومات كثيرة انه ينصح باستخدام الثوم فاركة في أماكن الفراغ، فبالنسبة حق التكنيك شوف الثوم له فوائد بس في حالات محدودة جدا وساعات يعطي للأسف نتيجة عكسية، يعني وايد أعشاب الناس تتساهل في استخدامها لكن في النهاية ممكن تضر، فالأفضل أن الشخص يستشير طبيب مختص قبل لا يغامر ويجرب هاي الخلطات، خصوصا الحين عندنا مشكلة وايد عودة أن الناس تشتري من على الإنستغرام فعلا. اي شيء تشوفونه وطبعا في الانستغرام اكيد بيحطون لكم شعر غليظ وشعر طويل وشعر ويصدقون ويستعملون وللاسف يعطيهم وايد نتائج عكسيه، واحنا وايد نلقى صعوبه في علاج هاي الحالات لان ما نعرف اصلا شنو تركيبه المواد اللي يستخدموها. فالواحد لازم يكون حذر ومو شرط انه هو عشبي يعني امن، ساعات يعطي نتيجه عكسيه
فالإنسان لازم يستشير طبيب مختص في هالحالة. حلو دكتورة، يمكن تقنيات كل يوم عن يوم قاعدة تزيد، ومنها إبر البلازما، هل ممكن أن هي تكون كبديل لزراعة الشعر ولا لا؟ شوفي أنا وايد أحب إبر البلازما. إبر البلازما مفيدة جدا، خصوصا في حالة التساقط، في حالة التصلع في بدايته، حتى مع الزراعة ممكن إحنا نعطيها عشان تقوي الزراعة، لكن عمرها ما بتكون بديلة للزراعة. يعني وايد شباب يوني واصلين مرحلة تصلع إنه يحتاجون زراعة، لكن يقولون لي سوي لنا دكتورة إبر بلازما عشان يطلع الشعر. خلاص يعني لوش كثر نعطي بلازما كأنه تحطين ماي في صحراء، ما في فايدة. فأنت تحددين هل الشخص يحتاج عملية زراعة شعر أم يحتاج، أو أنه هو راح ممكن يستفيد من البلازما، لأنه مو كل حالة. للأسف في وايد أماكن المريض يروح على طول يسوون البلازما، سواء بيستفيد أو ما بيستفيد منها، مهم أنه يكون الشخص يقدر يستفيد من البلازما. حلو دكتورة، إحنا راح نواصل معاك الحديث، لكن معانا اتصال، معانا على الخط غادة، تفضلي. صباح الخير دكتورة. صباح النور على حبيبتي غادة. صباح الخير الطاقم الإذاعي معاك. حياكم الله. حبيبة الدكتورة، أنا أسأل عن زراعة الحواجب. إي نعم. هل بعد ما أزرع الحواجب تترجع تتساقط الحواجب ولا بتتم مثل ما هي؟ هذه يعتمد على تشخيص الحالة من البداية، شنو سبب أصلاً تساقط الحواجب؟ أي. يعتمد على المرض، يعني في حالات ممكن، عشان كذي إحنا ما نزرع إلا حق الشخص اللي نعرف إنه ممكن يستفيد من الزراعة وتتم زراعة الحاجب. زراعة الحاجب يعني سبحان الله، الحاجب من أدق الأماكن في الخلقة سبحان الله، لأن كل شعرة في حاجب الإنسان اتجاهها مختلف تماما عن الشعرة الثانية، يعني حتى زراعة الحاجب أصعب وأدق من زراعة الشعر العادي. دكتورة عندي سؤال، هل بيرجع يتساقط عقب ما أزرع ولا بيتم؟ شوفي البصيلة تحتاج 3 شهور عشان تنتج شعر جديد، فإحنا بننتظر النتيجة عقب 3 شهور. الشعر اللي زرعناه في البداية ممكن يتساقط. شكرا دكتورة، الله يعطيك العافية ويعطي الطاقم التلفزيون اللي مارش. الله يعافيك. دكتورة بالنسبة حق الماء الساخن أو الماء الحار، شنو مدى فعاليته في هالحالات؟ يعني تحس انه ممكن يسبب مشاكل في الشعر؟ نعم. هو شوف مو مثبوت علميا ان الماء الحار ممكن يسبب تساقط شعر، بس وايد متداول بين البنات دكتوره. صح، شوفي هو الماء الحار ممكن ياثر على فروه الراس، ولما فروه الراس تتهيج ممكن يسبب تساقط. احنا وايد شيء نغفل عنه صحه فروه الراس. نعم. يعني هو صحه الشعر من صحه فروه الراس، مثل الزراعه سبحان الله، عشان تحصلين زراعه زينه. نعم. لازم التربه تكون خصبه. نعم. فنفس الشيء احنا، انا وايد عندي حالات يوني ابتدي بعلاج فروه الراس اول شيء. جميل. بس هاي كل اللي نحتاج لنا، بس من نعالج فروه الراس نشوف التساقط يصير احسن. بما ان نتكلم دكتوره عن الماء الحار او الماء الساخن، بالنسبه حق جو البحرين في الصيف، يعني توصل احنا الحراره عندنا تقريبا 46 او اكثر، يعني وتعرفين الناس تروح البحر وتروح البرش وغيرها، هاي النوعيه من الحراره او قوه الحراره في فتره الظهيره ممكن تاثر ايضا؟ هو الحراره تاثر، البرك السباحه في البرك ياثر عشان الكلورين اللي في البرك، بس طبعا الانسان يحاول يعوض. اول شيء شرب الماء وايد، الغذاء الصحي، تغطيه الشعر اذا وايد كان فترة حارة، فكل نعم. الأشياء تساعد. جميل، نواصل حديثنا معاش دكتورة، معانا أبو علي، صباحك الله بالخير يا أبو علي. صباح الخير والنور. حياك، تفضل. يعطيكم ألف عافية على البرنامج الجميل. الله يعافيك، الله يسلمك. سؤالي حق الدكتورة. أهلا وسهلا أبو علي. دكتورة، شنو إمكانية زراعة الشعر في اللحية أو في الشنب عند الرجل؟ طبعا وايد تجينا حالات حق زراعة اللحية والشنب. أول شيء لازم نقيم الحالة، التشخيص وايد مهم في هالحالة، لأن إذا هي ثعلبة مثل ما قلنا من ساعة ما ننصح إن احنا نسوي زراعة، وفي حلول أخرى حق الثعلبة. إذا تأكدنا إن الشخص ممكن يستفيد من الزراعة ممكن نسوي زراعة في هذه الحالة. مثل ما قلنا من ساعة اتجاه الشعرة وايد مهم في حالة الشنب واللحية، لأن مثل ما تعرفون اتجاه الشعر في حالة اللحية 10 درجات مع الجلد، فالدقة والإتقان في هذه يعطي نتائج حلوة، وسوينا وايد يعني حالات شنب ولحية حق الشباب. حلو،
حق البنات الحواجب والشعر والشباب الشعر. والله حتى الشباب سوي لنا حواجب يعني صحيح. في نتيجة أمراض معينة ممكن تتساقط عندهم الحواجب. الحمد لله طيبة. لا إن شاء الله دائما. طبعا استشارية طب العائلة والطب التجميلي الدكتورة رنا العمادي، كل الشكر لك على المعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم، وإن شاء الله أكيد المشاهدين بعد استفادوا من هذا. إن شاء الله تستفيدون، وشكرا على استضافتكم. شكرا دكتورة. مشاهدينا الكرام، فاصل سريع ونرجع نكمل وياكم صيف البحرين. حياكم الله مشاهدينا من جديد. توقفت الفعاليات والمهرجانات الغنائية بسبب الأوضاع الاستثنائية اللي نعيشها، ولكن الشغف وحب الفن والموسيقى ما يتوقف اسماء أبدا، لأن معظم الفنانين يمارسون هواياتهم من البيت. أكيد عشان كذي احنا راح نتواصل مع معظم الفنانين المبدعين البحرينيين وناخذ أخبارهم ونعرف آخر أعمالهم. اليوم راح ينضم لنا الفنان البحريني المميز اللي عنده مجموعة من الأعمال اللي فيها الكثير من الأمور الإبداعية وأيضاً الأعمال الوطنية، الفنان محمود قنبر. صبحك الله بالخير وحياك الله معانا في صيف البحرين. صبحك بالنور أخوي حمد، يعطيك العافية على الاستضافة الطيبة وأختي أسماء جواد، إن شاء الله يعطيكم العافية. طبعاً أنتم يعني سباقين أكيد يعني باحتضان الفنانين البحرينيين، ودائماً تعطونا الدافع والحافز أن نواصل مسيرتنا الفنية كل نجاح بكل قوة. محمود رحب فيك أكيد ويانا في البرنامج، بس نبي نتعرف شلون تقضي وقتك في هذه الأوضاع؟ طبعاً هذه الأوضاع اللي صارت يعني كانت لصالحي أنا أمانة، يعني لأن أنا صرت أقضي وقتي أغلب وقتي بتمرين العود، ثالث التمرين على الغناء يعني والبيونة شوية يعني عشان أطور روحي بالفن بعد أكثر. نعم حلو. محمود دائما في هالفتره، وشفنا كثير فنانين سواء بحرينيين او حتى خليجيين وعرب في هالفتره استغلوها بشكل كبير في الانتاج الفني اكثر، في الكتابه، في يعني زياده الانتاج عشان وقت اللي ترجع الامور طبيعيه تكون كل الامور جاهزه. شنو اخر اعمالك اللي سويته في الفتره الاخيره؟ حصل لنا تقريبا اكثر من 3 شهور، فاتصور اكيد عندك مجموعه من الافكار، مجموعه من الاعمال. طبعا انا ابتديت في اول ما بديت السنه اشتغلت في اغنيه ليش يا زمان من كلمات والحان سعد العامر. نعم. يعطيه العافيه وصبح عليه بالخير، واكيد كان من اخراج دور علي الصايغ من تصوير اخوي المبدع ابو ناصر، خلصنا التغريد في الرايه. كنت بشتغل على اغنيتي الثانيه سمره من كلمات والحان محمد قمر وطيار صبح عليه بالخير، ولكن شاءت الاقدار ان خلت علينا هالجائعه وقفنا التصوير ان شاء الله بعد ما نخلص ان شاء الله الازمه ان شاء الله، ونكمل تصوير اغنيه السمره. كله خير وان شاء الله ترجعون حق ابداعاتكم في اقرب وقت ان شاء الله. ان شاء الله. يمكن محمود احد الصعوبات اللي يواجهها الفنانين مرحله تسجيل الاغاني، لكن في بعض الفنانين عندهم امكانيه التسجيل في المنزل، وانت واحد منهم، ايش قد هالشيء فادك في هذه الفتره؟ والله هذا الشيء ساعدني ان انا عندي ماي اون ستوديو، طبعا الاستوديو مالي في شركه كويس ولا بغدر طبعا عليه بكره، اخذت الجزء من الشركه شو سويت في الاستوديو كذي حقي، فارتاد بالاستوديو اوزع واحاول ان اسوي اغاني جديده. طبعا هذا الشيء طورني حتى في التوزيع، ان عندي وقت وايد واقدر اشتغل على وايد اغاني عندي اياهم معجبين يعني فتره طويله يعني. جميل. فالحمد لله رب العالمين قاعد اشتغل على. محمود تفضلت قبل شوي وتكلمت ان عندك مجموعه من الاعمال اللي تشتغل عليها في هالفتره، يعني شنو نصيحتك حق الفنانين سواء المغني او الفنان بشكل عام ملحن وغيره؟ شنو نصيحتك له في هالفتره اللي عنده طبعا موهبه كبيره ولكن يعني ما تبي يوقف ووقف موهبته في هالفتره؟ لا اصلا يعني الفنان هو يبدا هو يطلع له شيء يسويه طبعا، اصلا عندنا وقت وايد الحين فضاوه، يعني ما اعتقد ان الكل يقدر يطلع هالفتره، فيقدر يشتغل حق روحه، يشغل روحه في الفن، يعني يحاول يطور روحه. الفن ما يوقف عند حد معين، الفن ما له مجال مفتوح حق الكل طبعا. واتمنى من كل فنان انه يسمعني اليوم لا يوقف، يعني الشيء اللي انت تطمح فيه لازم توصل حق الهدف اللي انت فيه يعني الحين او بعدين في المستقبل. حلو، محمود ايش رايك تسمعنا شيء من صوتك؟
أسمعكم شيء وطني طبعا. جميل. يعاد إن شاء الله توزيع بإذن الله حق الأستاذ عبد الله بقيس أصبح عليه بخير. الأغنية طبعا لحنها الأستاذ فيصل الصاري، وإن شاء الله تأخذ صدى بإذن الله. قول خلي الحكي للغير تدرين ما جمال ما عرف صف حروف تجاني بالكامل هل الحكي للبيت الدين ما جمل ما عرف صف حروف تجاني بالكامل كل الشعر قدام يا خيري حتى وإحساسي ما يقدر بكمل بيت طبيت فيني الخير والطيبة والإحساس بحبك انتباه حبيت كل الناس ربيت فيني الخير والطيبة والإحساس بحبك انتباه حبيت كل الناس. تسلم وتسلم هالصوت محمود. يمكن انت معروف عنك بعد ان انت تقدم اغاني وطنيه كثيره ودائما تحرص ان انت تقدم اعمال وطنيه واغاني للبحرين، شنو اقرب عمل وطني لقلبك؟ والله يعني انا حتى مسيرتي الفنيه بديتها في اغنيه وطنيه في عام 1993. نعم. في عيد العد. وعدت طبعا غنيتها في اغنيه مع فنان حمد الشاغدان، هذا يعني اكثر اغنيه وطنيه لي انا. نعم. بس بعد ان شاء الله في عمل بعد ان شاء الله مع حمد مايستر طبعا اصبح عليه بالخير ان شاء الله في ديسمبر ان شاء الله بعد. اكثر اغنيه وطنيه طبعا هي كانت اغنيه البحرين طبعا هذه. نعم. اقول فيها ان البحرين سال علي الليالي. نعم. كلمات الشاعر احمد سمعنا اياها الشيخ احمد. أنا البحرين سل عني الليالي تجبك بما تسر بها المعالي أنا قد كنت في الماضي منارا يطل من الخليج من الأعالي وها أنا ساهي ساهٍ سعيد أسير من الكمال إلى الكمال. يسلم هالصوت، باقي إذا ما يسره بس يكون موجود يكمل عليك. محمود دائما يعني أكيد يعني هناك لك تعاونات مثل ما تفضلت مع المايسترو في الأعمال الوطنية وغيرها من الفنانين. من الفنان سواء البحريني او الخليجي او العربي اللي تتمنى يجمعك عمل معه سواء وطني او يعني عمل عام؟ والله انا عندي كبير يعني عندي احلام ان اغني مع فنانين كبار وحتى شعراء منهم يعني الاستاذ اصبح له بالخير الاستاذ احمد الهربي ومحمد واكيد الاستاذ نزار عبد الله يعني انا خاطري انه يجمعني معه عمل ان شاء الله وتكون العمل بعد من كلمات الاستاذ يونس سلمان وكثير من الفنانين مثل الفنان الخضرم اكيد حكيم جسمي واسامي كثيره يعني بخاطر يعني اغني معاهم كثير ولا اشتغل معاهم ولا اتعامل معاهم يعني ان شاء الله راح تغني وياهم قريب ان شاء الله. ان شاء الله. محمود يمكن كونك احد العناصر الموجوده في الساحه الفنيه البحرينيه، ايش رايك باخر الاعمال الفنيه المقدمه من زملائك؟ والله يعطيهم العافية أولاً يعني مو عشقالين بس في تخوف هالفترة إن واحد ينزل الأغاني يعني كذا سبيل زبط الصراحة في شباب يعني شغالين ما شاء الله عليهم بس كله حطينا حق 2021 بسبب اللي صار يعني الأزمة اللي صارت يعني ما شاء الله عليهم الفنانين البحرينيين ما يوقفون يعني بأقل التكاليف بأقل الأشق يعني يشتغلون وأتمنى منهم كل التوفيق يعني مثل ما أتمنى حق روحي الخير أتمنى حق الفنانين الباقيين يعني خيرك ان شاء الله ربي يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله نشوف تعاونات اكثر بينك وبين الفنانين البحرينيين سواء على المستوى المحلي في البحرين او حتى على المستوى العربي بعد ان شاء الله
جميل محمود، اذا نسمع شيء في الختام، يعني سمعنا استمتعنا بالاشياء الوطنيه، خل سمعنا شيء من ذوقك بختلف عن الاشياء الوطنيه. طبعا بسمعكم، كثير عندي اغاني يعني جديده، بسمعكم السامره بعد صورات ان شاء الله. ايه جميل. وفيها منو هذه السمره الحلوه على الفطره، وخلت فيني عقب سلام عن نظره الخطره، نار والله والله ما بقى فيني ثقل، انا من ذهماني سهل محد علي يشره، الشعر سنة ينخطف لونه ويزيد حبنا، هلا هلا قل لي نهل خاطك يهلي، هلا هلا بك يا بعد ناسي وافي، هلا هلا بك يا بعد ناسي وافي. هذه السلام. ما شاء الله، يمكن حمد اللي يميز صوت محمود انه في نبرة شي خاصة يعني. نعم. يعطيك العافية محمود. الله يعافيك، بالعكس يعني اتمنى ان شاء الله يعني ما نوقف في هذا المشوار، المشوار شوي يبي له صعوبه بس شوي لازم الواحد يتعب عشان يوصل. جميل، وباذن الله ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظن الجمهور وعند حسن ظن ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله في كل اعمالك الفنيه الوطنيه وغير الوطنيه. اسمه في تنويع في الحلقه اليوم. اي، والاجمل بعد في النهايه فيها لمسه فنيه اللي انا وايد احبها. اي طبعا حمد، احنا كذي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، نشوفكم باكر ان شاء الله مواضيع جديده، ان شاء الله بكره مواضيع جديده، حلقه الخميس انتظرونا في صيف البحرين.